انا حامله ياكو، فلو وقعت الاخوان، لو وقعت لي شي حاجه، ولا وقعت للجنين ديالي شي حاجه، راه السيده هي السبب. الخمسه د العشيات مازال ما طحتش النعمه في كرشي، والصباح وانا كنجري، والصباح وانا من هاد المحامي لهاد المحامي، من هاد المفوض لهاد المفوض، بس ربي كبير، ربي كبير، ثقتي بالله كبيره، ثقتي بالله كبيره، وانا حقي غادي ناخذو ان شاء الله، حقي غادي ناخذو، حقي بنت غناخذو. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب انصرني يا رب. والله عييت سعيد، كنت في الظلم بنادم كيلاح عليك الباطل، ولايح الباطل على ناس اخرين، وهو داير جريمه قدا قداش، لفلتت منها ديال هاد الشيء اللي دارت، تشهير بيا وتشهير ببنتي وتشهير براجلي، لفلتت منها صافي. ما عرفتش شنو غنقولو. محطمه لانه الله انا ما ملفاش بهذا الظلم، وما ملفاش بهذا الشيء، وما ملفاش بهذا الشيطان، وما ملفاش فريمون. تصدمت بزاف، تصدمت. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا ربي تنصرني يا ربي، يا ربي يا ربي تنصرني يا ربي، تبين الحق يا رب، تبين الحق يا رب، يا ربي يا رب يا رب، تبين الحق يا ربي، اللي تعدى عليا تاخذ فيه الحق يا ربي، اللي بكى كاين تبكيه الدم يا رب يا رب، اللي قصي في عرضي وقص عرض اهلي وبنتي يا ربي، تقيسوا في عينيه يا رب. عمرني ما اديت شي واحد، عمرني ما دريت شي واحد، عمرني ما خليتو، ما قلتو فيا، ما خليتو، كليتو لحمي، كليتو جلدي، كليتو كل شيء. بنادم من نهار حطيت انا رجلي في السوشيال ميديا، وانا كنتقذف، وانا كنتسب، وانا صابره، كنحتسب امري لله، وكنقول ربي فوق كل شيء، ربي عارفني انت ما عارف، ولكن هادشي بزاف، هادشي بزاف. بنادم هو اللي ظالمني، هو اللي غلط في حقي، وباقي داير جريمه على قده، وباقي كيدور، باقي عايش الحياه، ويسافر من هاد البلاد لهاد البلاد، وكيتعنى بالقوه، وكيقول انا عندي، وانا داير، وانا عندي معارف، وانا ما غتصوري من عندي والو. علاش؟ سمحوا لي، سمحوا لي والله، ولكن راه غنفجر، والله غيوقع فيا شي مشكل. من البارح مازال ما نعستش، مازال ما كليت، مازال البارح راه جاني انهيار، مشيت كنجري عند طبيب نفسي، شافني وعطاني ديك الماما، ما عمرني تخيل راسي غنشرب الدواء ديال الامراض النفسيه، عمرني تخيل راسي غناخد ديك الماما باش نتكلم، ما عمرني تخيل راسي غنوصل لهاد المرحله، عمرني. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، لاي واحد وصلني لهاد الشيء. يا ربي تاخذ لي حقي يا رب، يا رب املي فيك يا سيدي ربي، املي فيك يا ربي، تبين البرهان يا ربي، تبين كل كذاب على حقيقته يا ربي، تبين كل ظالم يا ربي، لكن انا اللي ظالمه يا ربي، تفرج فيا امه محمد، لكن انا ظالمه يا ربي. صافي هادشي اللي بغيتو، هادشي اللي جبتي تشوفوني، وصلت ليه؟ راه وصلت ليه، برافو لكم، برافو. ولكن والله ما غتسمع في حقي، والله ولا يبقى فيا عرق واحد، يعني كنبقى نجري بالليل وبالنهار، الا ما تخداش ليا حقي في هاد الشكايه، غادي نعاود نرفع شكايه في كل مدينه في المغرب، في كل مدينه في المغرب غنرفع فيها شكايه تخدا ليا حقي. انا حامله ياكو، تخير معايا من البارح، اقسم بالله الا واحد لو جافيه، ما يمكنش بهاد الاعصاب وبهاد الشيء. كيتصلوا بيا الله يضر، ما خلاونيش كمل ستوريات، ولكن انا ما صافي صافي صافي، وصلنا السيل والزبه. فلو وقعت الاخوان، لو وقعت لي شي حاجه، ولا وقعت للجنين ديالي شي حاجه، راه السيده هي السبب، السيده هي السبب، لانه من البارح انا ما نعستش، من البارح من ديك الصدمه، ومن ديك الفقصه باش استفزتني قدام الشرطه، وكتقول لي انا عندي، وانا دايره، وما غتربحيش، وغدير وغتفعل، وكتكذب وكذبات كذبات، وقالت لي باش الا طات ديك الستوريات حطوهم جوج بنات كانوا خدامين معاها، عندها عداوه معاهم، هربوا ليها بفلوس، لصقات فيهم بداك الحركه، بداك صافي، ما عرفتش، ما عرفت شنو غندير. كتشوفي الظلم، كتشوفي بلاد ظالمك، وظالم ناس اخرين، وظالم النفاق، والنفاق، والهضره كيفاش دايره. لو قالت لي شي حاجه، هاد السيده هي السبب، هاد السطوريات كنديرهم لانه انا ما عارفه شنو غادي يوقع لي من دابا شويه، او من دابا الغدا، لو قالت لي شي حاجه كنحمل المسؤوليه كلها على هاد السيده هادي، اللي طلبتني وطعنات في شرفي، وطعنات في شرف بنتي، وطعنات في شرف راجلي، وطعنات في شرف عائلتي،
وزيد قبل كذوب وزيد قبل تنفيق التهم والظلم للناس اخرين. كنحمل على كل مسؤوليه لو وقعت لي شي حاجه. هاد السيده هادي اللي كتحمل مسؤوليتها. من البارح حنا مشويين وهي فرحانه هي دايره البز على ظهري وجايين متابعين وبركه كتنشر في الريكلام ديالها في داكشي اللي كتبيع كتنشر فيه زعما وكتستغل الموجه وكتستغل الناس باش زعما يدخلوا يتقداو من عندها وتشار وتعرفوا. واحد كيستغل الضعف ديال واحد اخر باش يطلع, واحد اخر كيستغل الناس باش يتعرف هو باش يبيع باش يزيد الملاير على الملاير. وكتتعنى بالفلوس قدام البوليس وكتقول انا عندي الملاير وانا عندي السنترات بالملاير وعندي فيلا بالملاير قدام الشرطه وفي قسم الشرطه والكاميرات كاينين كلشي تسجل باغا تطلعي على ظهري باغا ديري البوز على ظهري. اوكي ماشي مشكل ديري البوز استغليني طلعي فوق ظهري بيعي شري دخلوا عندها تابوناو معاها. هادشي اللي باغا هي اصلا من الاول بلاصه ما كانت كتخلص الصفحات وكتخلص الناس باش هي يدويو عليها وكتخلص المشوين باش يسبوها هي وخوها باش تطلع دير البوز. دابا راه لقيتها طريق سهله لقات تبكي واحد الناس وتشوههم وتقذفهم وتنشر صورهم وتنشر كلشي باش هي تطلع. اوكي انا غادي نهنيك من هادشي كامل. اوكي فاش غنموت انا ما غنبقاش ديك الساعه غادير البوز مزيان صحتك. وتفكري الهضره اللي قلتي لي البارح ياك تفكريها واش كتهضري وانت واثقه من نفسك كتقولي لي غتخسري يا فاطمه الزهراء غتخسري راكي ما عارفانيش ما عارفاش مع مين كتلعبي وكلشي بحال هكا وكتقلبي في عينيك بحال هكا كتهضر بحال هكا كتقلب في عينيها وكديرها وكتجبد كلشي عند واكل الملك هو اللي في يدي كلشي كضحك قلت ليها ياك راه كلشي بروفي عليك كلشي انت حتى صوري حتى لا كارت سونا انت اللي حتى زياد بنتي حتى سميتي وكنيتي وكتقولي انني متهمه نهار نشرتي انني انا شدوني البوليس في ابو ظبي والديا ما فرصهم حتى شي حاجه وماما كان فيها السكر مريضه وانا تليفوني كان مطفي وراك ما عارفين الانسان فاش كيكون في بلاد الغربه والديه في بلاد اخرى بدون نقاب ما كنتش غنعرفك لانه انا نسيتك ونسيتكم ومحيتكم من الذاكره والحمد لله ربي عطيني هو مرض بس نعمه هذه ليبسيك لا ميموار كنعقل على حتى شي حاجه يعني لو فرضا لو تلاقيتك في الزنقه كاع بدون نقاب او في حمام او في صالون او كنتش كاع غنعرفك قلتي حقا عارفه راسك دايره جريمه قداش انا فلانه هي اللي عطات صوري للحساب اكس اللي كينشر فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كاملين اي واحد تسبب لي في هذا الشيء حسبي الله ونعم الوكيل فيه بس ربي كبير الا كان كيصحابك اختي باللي الدنيا حدا هنايا لا راكي غلطه الدنيا حنا عادي يزي فيها حنا غير باساج تما فين كاينه الحياه